قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حافظه الله ورعاه بزيارة فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة بمقر إقامته بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي بداية اللقاء نقل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة تحيات جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس العراقي وتمنياتهم له بالتوفيق للعمل لما فيه خير العراق وشعبه الشقيق والمزيد من تقدمه وازدهاره. وخلال اللقاء تم استعراض مسار العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق والتأكيد على التعاون والعمل على تطويرها وتنميتها في المجالات المختلفة وبما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين. كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا والمواضيع المطروحة على جدول القمة العربية التي تبدأ أعمالها اليوم الثلاثاء الأول من نوفمبر، حيث تم التأكيد على أهمية انعقادها والخروج من النتائج والقرارات التي تعزز وتقوي العمل العربي المشترك على كافة المستويات في ظل تعاون وتضامن عربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد أمن واستقرار الوطن العربي وتعطل عمله المشترك. قام سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمقر إقامته بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي بداية اللقاء نقل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس التونسي وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق للعمل لما فيه خير الجمهورية التونسية وشعبها الشقيق والمزيد من تقدمه وازدهاره. وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات المختلفة وبما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين. كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة على جدول القمة العربية التي تبدأ أعمالها اليوم والتأكيد على أهمية الخروج بقرارات ونتائج تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات وبما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.